انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة، وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفية بيقولوا فلان أخذ الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحيانا بياخذ الحال. هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن بنقول بيقولوا الصوفية أخذ الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله وأخذ الحال. لا، هذا أخذ الحال هنا أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالع بإيده. إذن شو بيساوي؟ لا جود إلا بالموجود، هذا اللي بيطلع بإيده، دك النقود في الخشبة ورماها والآخرين. لكن الحال هذا اللي أخده ما استمر معه، فهو بيرجع للوضع الطبيعي. والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله، وأخرج من جيبه نقد 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار لعله وصلك. شو بيعرفوا؟ هاي قضية خارجة عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقد 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية. جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجاب بهذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بيدفع له بيقول له جزاك الله خير، لأنه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعثت لك 100 دينار كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعثت لك. ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قال له يا أخي أنا يوم الميعاد خرج لي استقبالك وتلقيك وما أجيت، لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها وجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا، حكى له القصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر الموج، الأمواج هذه المتلاطمة بتهلك الجبال الراسخات، هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. التقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني اللي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب، صوت من السحاب حتى في زمن
استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي الطائرات. هذا الإنسان في ذاك الزمان بيسمع صوت من السحاب كلام يفهمه، اذهب يا سحاب واسقي أرض فلان. عجيب، عمره ما صارت هذه. كان السحاب يمشي هكذا، وإذا بيمشي جهة أخرى بيمشي مع السحاب، إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها فوجد فيها صاحبها يعمل في فتح طريق الماء وإلى آخر ما هنالك من نظام الزرع. سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء، قال له شو خبرك أنت، شايفك رجل غريب وأعرفك. حكى القصة التي سمعها بأذنه، قال له فبما ذاك، يعني كأنه شرح له أنه هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب المطر، والمطر تنزل في الحديقة وخارج الحديقة لا شيء. يعني أشبه شيء بذكرنا بحديث أنس مالك في الصحيحين، لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فجاشت السماء بالأمطار كأطواه القرب. وبيقول أنس فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر. تذكرني القصة هاي بهالحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول فالمدينة يصب فيها المطر، أما خارج المدينة لا شيء. وبالعكس قال أنس فاستمرت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. قال أنس جاء الرجل نفسه أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار عكس الأولى فادعوا الله لنا. قال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني الترس كأنه في ترس كبير حول المدينة، المدينة لا مطر فيها وما حولها إيش أمطار على الآطام والجبال وما هذا. هذا كله تصرف من الله عز وجل إطاعة عفوا استجابة لدعاء نبي عليه الصلاة والسلام. هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول لي الذي سمع الصوت من السحاب أنا والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض، وهنا الشاهد عندي هذه الأرض وأزرعها، فإذا ما حصدتها جعلتها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيدها إلى الأرض، ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي، وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له فهذا هو، بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك، لا تنسى نفسك، لا تنسى أرضك التي هي سبب رزقك، ولا تنسى جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. إذن حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا، حين ذاك
ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها، يعالجون المشاكل هذه التي تعترض سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال ما هو البديل.